أعزائي التلاميذ، تلاميذ ثانية بكالوريا أدب وعلوم إنسانية، سعيد باللقاء معكم مجددا لكي أقدم لكم درسا في مكون مادة النصوص، وهو درس يندرج بالضبط في محور تجربة سؤال الذات، ومن خلاله سوف نقوم بتحليل نص شعري للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي وعنوانه الجنة الضائعة. فلنبدأ على بركة الله أولا بقراءة النص وشرح مضامينه قبل أن نقوم بتحليله وفق الخطوات المنهجية التي تعودتم عليها. إذن يقول هذا النص وعنوانه الجنة الضائعة: كم من عهود عذبة في عدوة الوادي النضير، كانت أرق من الزهور ومن أغاريد الطيور، قضيتها. إذا ينبغي أن نقرأها هكذا، قضيتها، فإن قرأتموها قضيتها قمتم بكسر الوزن. قضيتها ومعي الحبيبة لا رقيب ولا نذير. لاحظ عزيزي التلميذ هذا التركيب، لا رقيب ولا نذير، وسيذكرك بظاهرة إيقاعية تعرفت عليها تحت اسم التوازي. أيام لم نعرف من الدنيا سوى مرح السرور، نشدو ونرقص كالبلابل. لاحظ معي هذا التعبير الذي يتضمن خاصية فنية، وهي خاصية الصورة الشعرية، وهي هنا عبارة عن تشبيه. نشدو ونرقص كالبلابل للحياة والحبور، لا نسأم اللهو الجميل وليس يدركنا الفتور، وتمر أيام الحياة بنا كأسراب الطيور. تعود الصورة الشعرية مرة أخرى في صيغة أسلوب التشبيه: بيضاء لاعبة مغردة مجنحة بنور، وترفرف الأفراح فوق رؤوسنا. إذن لاحظوا أيضا هنا أسلوب الصورة الشعرية من خلال نوعها المعروف عندكم بالاستعارة، وهي استعارة مكنية كما سنلاحظ بعد ذلك. وترفرف الأفراح فوق رؤوسنا أن نسير. إذن هذا هو المقطع الشعري الأول، والآن سوف نبدأ في المقطع الشعري الثاني، وسوف تلاحظون أن هنالك تغيرا في المضمون سيحدث في هذا المقطع الثاني. إذن يقول الشاعر في المقطع: آه، تعبر عن حرقة، عن ألم. إذن لم يعد الشاعر يتحدث عن إحساس بالسعادة، بل هنا نشعر معه بإحساس بالحزن. آه، توارى فجري القدسي في ليل الدهور، وفنى كما يفنى النشيد الحلو في صمت الأثير. أواه، مرة أخرى تعبير عن الحزن والأسى. قد ضاعت علي سعادة القلب الغرير، وبقيت في وادي الزمان الجهم أدأب في المسير، وأدوس أشواك الحياة بقلبي الدامي الكسير. إذن النص مقتطف من ديوان أبي القاسم الشابي في صفحته 74، لكن النص أدخلت عليه بعض التغييرات. إذن ما هو مطلوب منا؟ هو أن نكتب موضوعا إنشائيا متكاملا محكم التصميم، نحلل فيه هذا النص الشعري بطبيعة الحال من خلال استثمار مجموعة من المكتسبات المعرفية والمنهجية واللغوية، ونسترشد بما يأتي. سوف نقوم في البداية بتأطير هذا النص ضمن السياق الثقافي والأدبي مع صياغة فرضية لقراءته. نقوم في لحظة أو في خطوة موالية بتكتيف معاني النص، ثم بعد ذلك نحدد الحقول الدلالية المهيمنة في النص والمعجم المرتبط بها مع إبراز العلاقات القائمة بينها. وفي
في خطوة ما قبل الأخيرة سوف نقوم برصد خصائص النص الفنية بالتركيز على خاصيتين هما البنية الإيقاعية للنص ثم الصور الشعرية، ولا ننسى أن نبرز الوظائف التي قامت بها هاتان الخاصيتان. أخيرا سنقوم بصياغة خلاصة تركيبية نضمنها نتائج تحليلنا للنص، ولننطلق من هذه النتائج لنبين مدى مساهمة تجربة سؤال الذات في تطوير الشعر العربي الحديث. إذن كتأطير لهذا النص نحن نحتاج إلى مجموعة من المواد المعرفية. إذن بداية أولا نحن نحتاج إلى أن نؤطر هذه التجربة ضمن تلك التحولات الثقافية والأدبية التي شهدها المجتمع العربي خلال العشرينيات من القرن الماضي. فهذه التجربة، تجربة سؤال الذات، كانت نتيجة ذلك الاتصال، ذلك الاحتكاك الذي حدث ما بين الثقافتين، الثقافة العربية من جهة ونظيرتها الغربية. هذا الاحتكاك الذي تم بوسائط متعددة، منها التعليم، منها المراكز الثقافية الأوروبية والتي بدأت في الانتشار بفعل الاستعمار، ثم هنالك الإعلام، هنالك الترجمة. كل هذه الوسائط كانت عبارة عن جسور للتفاعل ما بين الثقافتين العربية والغربية، والنتيجة بطبيعة الحال كانت هي تشبع النخبة المثقفة الصاعدة في العالم العربي بقيم الثقافة الليبرالية الداعية إلى الحرية والمساواة وتمجيد القيم الفردانية. ثم لابد ثانيا من الإشارة إلى ذلك التفاعل الذي حدث بين الشاعر العربي من جهة والاتجاهات الرومانسية الغربية، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى تغير الذوق الأدبي وإلى ميلاد تصور شعري جديد يدعو إلى إحداث قطيعة مع تجربة إحياء النموذج التي كانت كما تعلمون تجربة محافظة، وهي التجربة التي كانت مهيمنة في الساحة الثقافية والشعرية العربية من خلال أعلامها المرموقين أحمد الشوقي، حافظ إبراهيم، محمود سامي البارودي، وإلى الدفع بحركة شعرية جديدة أو إلى إبدال الحركة الشعرية التقليدية بحركة شعرية جديدة تدعو هذه المرة إلى الانطلاق من ذات الشاعر والتعبير عنها في كافة أبعادها الفكرية والوجدانية. ثالثاً أعزائي التلاميذ، لابد من الإشارة إلى أن هناك ثلاثة تيارات ذاتية تبلورت من خلال منجزها الشعري هذا التصور الجديد للشعر، وهذه الجماعات أو هذه التيارات هي جماعة الديوان، ثم جماعة المهجر، وأخيراً جماعة أبولو التي ينتمي إليها صاحب هذا النص الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي. إذن دعونا الآن نعود إلى عتبات النص الأساسية من أجل صياغة فرضية نسترشد بها من خلال تحليلنا لهذا النص. عزيزي التلميذ، لاحظ معي عتبتا العنوان، وهي عبارة عن مركب نعتي، الجنة الضائعة، وتأمل دلالته. سوف تجد أولا بأن مكونه الأول وهو الجنة يوحي بالسعادة، بينما مكونه الثاني الضائعة فهو يوحي بالحزن والشقاء. ومن هنا يمكن كفرضية أولى أن نفترض بأن هذا النص سوف تتقاطعه وتتقاسمه عاطفتان أساسيتان، هنالك من جهة عاطفة السعادة ومن جهة أخرى عاطفة الحزن والشقاء. ثم تأمل معي البيت الأول، ثم توقف عند مؤشرات عهود، عدبة، الوادي، النضير. سوف تجد بأن كل هذه المفردات هي امتداد لدلالة السعادة.
في حين إذا تأملت معي مؤشرات البيت الأخير قلبي الدامي فهي امتداد لمعنى الشقاء. وانطلاقا من كل هذه المؤشرات السابقة يمكننا أن نفترض بأن هذا النص هو عبارة عن استرجاع لبعض الذكريات السعيدة. الآن وبعد أن قمنا بصياغة هذه الفرضية القرائية، إذن سوف ننطلق إلى مرحلة أخرى وهي صياغة مجموعة من الإشكالات التي سوف نجيب عنها في لحظة العرض. إذن أبرز هذه الإشكالات يمكن صياغتها على النحو الآتي: أولا، ما هو المضمون العام الذي يعبر عنه هذا النص؟ ثم بعد ذلك، كيف صاغ الشاعر أبو القاسم الشابي هذا المضمون من خلال عناصر اللغة والصورة والإيقاع؟ والسؤال الأخير هو: إلى أي حد جسد هذا النص بالفعل خصائص التجربة، هذه التجربة الذاتية، وما مدى مساهمة هذه التجربة في تطوير القصيدة العربية الحديثة؟ إذن الآن نكون قد أنهينا المرحلة الأولى الخاصة بالتأطير لكي ننتقل إلى الخطوات المتعلقة بالعرض. وهنا بطبيعة الحال سوف نقوم بجرد مضامين النص، ثم نحلل النص في مستويات حقوله الدلالية وخصائصه الفنية. إذن بداية، كمضمون عام لهذا النص، أطلب منك عزيزي التلميذ أن تسترجع ما قرأناه في اللحظة الأولى من هذه الحصة. سوف تجد بأن أهم المضامين التي توقفنا أو وقفنا عليها من خلال قراءتنا لهذا النص هي أن الشاعر يتذكر ماذا؟ يتذكر تلك اللحظات السعيدة التي عاشها رفقة حبيبته في أحضان الطبيعة، وذلك في غياب الرقيب وفي غياب النذير، وهو ما سمح لهما معا باقتناص هذه اللحظات الجميلة والاستمتاع بالغناء والرقص دون إحساس بالملل والضجر. غير أن الزمان وهذا شأنه لا يبقى على حال واحدة، فقد تغير الزمان وانقلب من حالة السعادة إلى حالة الشقاء، وذلك بغياب الحبيبة لتختفي السعادة من قلب الشاعر الذي يبقى وحيدا يعيش العزلة ويواجه آلام الفراق بقلب حزين. تذكر عزيزي التلميذ أن هذا المضمون هو الذي ينطبق تماما مع التصور التراجيدي. فالتراجيديا في العمق ما هي؟ هي ذلك الانقلاب الذي يحدث في حياة شخص، في حياة بطل، حيث تنتقل حياته من لحظة السعادة إلى لحظة الشقاء، وهذا تصور رومانسي عميق جدا. كيف صاغ الشاعر هذا المضمون في مستوى البناء العام للنص؟ بطبيعة الحال إن الشاعر كما رأينا من خلال القراءة الأولى للنص قد جسد هذا المضمون من خلال وحدتين دلاليتين، وهاتان الوحدتان تتربطان بواسطة علاقة سوف نقف عليها. ففي الوحدة الأولى نجد بأن الشاعر قد خصصها لتذكر أيامه الماضية مع الحبيبة واسترجاع لحظات السعادة في الوادي النضير، أو بتعبير الشاعر جنته المفقودة، لكي ينتقل بنا في الوحدة الثانية للبكاء والأسف والتعبير عن الحزن بسبب ضياع هذه الجنة وغياب الحبيبة وتحول السعادة إلى شقاء. إذن واضح لديكم أعزائي التلاميذ أن العلاقة التي تربط بين هاتين الوحدتين هي علاقة التعارض والتضاد. ركزوا معي على هذه العلاقة، علاقة التعارض والتضاد، فهي ليست علاقة تبني مستوى المضمون فقط، سنجدها حاضرة في مستويات أخرى من النص. إذا الآن ننتقل إلى المسألة التي تتعلق أو إلى الخطوة التي تتعلق بتحليل هذا النص في مستوى خصائصه الفنية، وسوف نبدأ أولا بالبنية الإيقاعية للنص. إذا الإيقاع الخارجي لهذا النص
نحلله في مستوى أولا وزن القصيدة. لقد اختار الشاعر أحد الأوزان الشعرية المعروفة لديكم وهو بحر الكامل، وتفعيلته الأساسية هي متفاعل، ولكنه استعمل هنا ما يسمى بمجزوء الكامل وليس الكامل التام. تعرفون بأن الكامل يستعمل بست تفاعيل، ثلاثة في كل شطر. عندما يقوم الشاعر بتقليص هذا العدد من التفاعيل في أربعة تفاعيل فقط، فنحن نتحدث هنا عن مجزوء الكامل، لكن الشاعر لم يكتفي فقط بهذا التغيير، بل إنه قام بعملية دمج الشطر الأول مع الشطر الثاني لكي يصبح لدينا شطر واحد، كما رأينا من خلال قراءة هذه القصيدة. ولتسمحوا لي هنا بلحظة نقوم فيها بتحليل البيت الأول الذي من خلاله بطبيعة الحال نتعرف على وزن القصيدة. إذن سوف نعود إلى البيت الأول من هذه القصيدة التي قرأناها في البداية. إذن كم من عهود عدبة في عدوة الوادي النضير. إذن لاحظ معي عزيزي التلميذ أن الكلمة الأولى وهي كم تشتمل على سبب خفيف، الكلمة الثانية أيضا من تشتمل أيضا على سبب خفيف، الكلمة الثالثة سوف أتوقف هنا لكي نحصل على الوتد، وبالتالي تكون التفعيلة السباعية قد تحققت بسببين ووتد. نحن قلنا بأن الشاعر اعتمد هنا على تفعيلة بحر الكامل، ولكن تذكر معي عزيزي التلميذ بأن هذه التفعيلة يمكن أن يدخل عليها تغيير، وهو الذي يتعلق بالإضمار، زحاف الإضمار الذي نعني به تسكين التاني المتحرك، فعوض متفاعل أصبحنا هنا أمام متفاعل، ولا تخلط هذا التغيير بتفعيلة بحر الرجز مستفعل، لأنه عندما تضمر التفعيلة تصبح متشابهة وقد تتداخل لديك مع تفعيلة بحر الرجز مستفعل. وسوف أنبهك إلى الطريقة التي يمكنك أن تميز بين هاتين التفعيلتين لاحقا. إذن كم من عهود، إذن دن هي سبب خفيف، عذ سبب خفيف، بتن إذن سبب خفيف وتدن مجموع مرة أخرى متفاعل بإضمار الحرف المتحرك الثاني. إذن في عدوة، إذن عندنا في عد وتي وغادي نزيد عليها الساكن ديال الوادي، وغادي تولي عندنا أيضا متفاعل، ثم نكمل وادي النضير. إذن الوادي النضير، إذن عندنا أيضا هنا متفاعل، إذن هنا كاين الشاعر راه زاد واحد الحرف ساكن، إذن عندنا وادي النضير، إذن متفاعلان بزيادة ساكن على آخر الوتد المجموع. إذن لاحظ معي عزيزي التلميذ بأن هذا البيت يتركب من أربع تفاعيل فقط، وذلك بعد أن أسقط الشاعر تفعيلتين، وذلك في إطار تعامله مع الكامل المجزوء. إذن حتى لا تخلطوا ما بين متفاعل ومتفاعل التي قد تشتبك لديكم بمستفعل، لاحظوا معي مثلا البيت الثالث قضيتها، إذن هنا قضيتها، لو قرأتم قضيتها فسوف تكسرون الوزن. لاحظوا أيضا معي مثلا وتمر، إذن 1 2 3 4 5 6 7 البيت السابع وتمر
مر. إذن وتمر، إذن وتمر أي أي إذن عفوا أي إذن. ستلاحظون بأن التفعيل هنا جاءت سالمة وبدون إضمار، وعدنا مرة أخرى إلى تفعيلة متفاعل. إذن فهذا الإضمار هو عبارة عن زحاف، وتعلمون أعزائي التلاميذ بأن الزحاف غير لازم بالنسبة للشاعر، قد يرتكبه في هذه التفعيلة وقد يتخلى عنه في تفعيلة أخرى. إذن الآن عرفنا بأن هذه القصيدة جاءت على أحد الأوزان التقليدية وهو وزن بحر الكامل، إلا أن الشاعر تعامل مع هذا الوزن بطريقة مختلفة بحيث اقتصر على الكامل المجزوع. الآن ننتقل إلى مستوى القافية، وهي العنصر الثاني في البنية الإيقاعية الخارجية. ستلاحظ معي عزيز التلميذ بأن الشاعر اختار قافية مقيدة، والقافية المقيدة كما تعلم عزيزي التلميذ هي التي يكون رويها ساكنا، فالراء هنا هي حرف الروي وجاء ساكنا في جميع أبيات القصيدة، وبالتالي فالقافية مقيدة. ولاحظ بأنه قبل القاف عفوا قبل الراء اللي هي حرف الروي، إما أن يكون هنالك أن تكون هنالك ياء أو أن يكون هنالك واو، وهذا هو الردف. فالقافية مردوفة مرة بالياء ومرة بالواو، وهذا جائز عند العروضيين القدماء. يمكن للشاعر إذا استعمل كردف الواو يمكن أن يناوب بينه وبين الياء. في مستوى الإيقاع الداخلي سوف تلاحظ معي عزيزي التلميذ بأن الشاعر وظف مجموعتين من الأصوات، فهنالك مجموعة شديدة ومجهورة وقوية مثل مثلا القاف ومثل الراء، وهنالك من جهة أخرى أصوات مهموسة ولينة مثل السين ومثل الباء ومثل التاء. وبطبيعة الحال هذا التعارض على المستوى الصوتي هو مرتبط بالتعارض الأساس الموجود في مستوى التجربة ما بين لحظة السعادة التي عاشها الشاعر في الماضي وما بين لحظة الشقاء التي يعيشها الشاعر في الحاضر. ومن هنا تستنتج معي عزيزي التلميذ بأن الشاعر قد وظف الأصوات من أجل التعبير عن تجربته الذاتية. طيب ننتقل الآن إلى مستوى التكرار، وهو أيضا عنصر في الإيقاع الداخلي لهذه القصيدة. سوف تجد بأن الشاعر قد وظف التكرار في أبعاده المختلفة، سواء تكرار بالتطابق أو تكرار بالترادف. فعندما يقول مثلا الزمان ويقول الدهور فهذا تكرار بواسطة الترادف، ولكن عندما يقول وأيضا عندما يقول الفرح وعندما يقول حبور وعندما يقول سرور، هذه كلها أمثلة لتكرار الترادف. ولكن عندما يقول الوادي ويكرر هذه الكلمة فهذا تكرار بواسطة التطابق. أخيرا في مستوى التوازي، لاحظ بأن الشاعر وظف ذلك النوع من التوازي الذي تعرفونه تحت اسم التوازي التركيبي الدلالي، ولكنه وظفه بشكل جزئي، ومثاله من النص لا رقيب ولا نذير. وتستنتج معي عزيزي التلميذ بأن كل هذه المكونات الإيقاعية فإن الشاعر قد وظفها بغرض أساسي، وهو التعبير عن تجربته الذاتية من جهة، ومن جهة أخرى التأثير في القارئ. نصل الآن إلى مكون الصورة الشعرية. أمامك عزيزي التلميذ مجموعة من الأمثلة التي أخذناها من النص، مثل نشدو كالبلابل كأسراب الطيور ترفرف الأفراح الزمان الجهم. إذن هذه أمثلة لصور شعرية، وبإمكانكم أن ترصدوا في النص صورا أخرى. لاحظ معي عزيزي التلميذ بأن هذه الصور الشعرية التي استعملها الشاعر هنا هي أولا صور شعرية مفردة، لأن طرفيها هما عنصران مفردان، ثم هي صور تتراوح ما بين نوع التشبيه وما بين نوع الاستعارة
المكنية، وأن وظيفة كل هذه الصور هي التعبير من جهة عن تجربة الشاعر الذاتية، فعندما كان الشاعر يعيش لحظة الفرح والسعادة فهو استعمل صورة مناسبة، شدو البلابل، أسراب الطيور، ترفرف الأفراح. لكن عندما حدث نوع من التحول في التجربة وانتقل الشاعر من حالة السعادة إلى حالة الشقاء، لاحظ معي، أصبح يستعمل صورا معبرة ومناسبة لهذا التحول مثل الزمان الجهم. وبالتالي فكل كما قلنا كل هذه الصور هي تعبير من جهة عن تجربة الشاعر الذاتية، ومن جهة أخرى فالشاعر يهدف من خلال هذه الصور إلى التأثير في القارئ، إلى جعل هذا القارئ يتقاسم معه هذه التجربة، تجربة الحزن، تجربة الشقاء، من أجل إحداث نوع من الشفقة لدى القارئ. طيب، الآن وصلنا إلى التركيب والتقويم. ماذا يمكن أن نقول على سبيل الختم وعلى سبيل تركيب النتائج المتوصل إليها في تحليل هذا النص؟ لاحظ معي عزيزي التلميذ بأنه أولا في مستوى مضمون هذه القصيدة، فلاحظ بأن الشاعر ابتعد كليا عن تلك المضامين الشعرية التقليدية التي كانت تلوكها ألسنة شعراء البعث والإحياء، وهي المضامين التي كانت موروثة عن الشعر العربي القديم، والتي كانت تسمى بالأغراض الشعرية، وذلك مثلا المدح، مثل البكاء على الأطلال، مثل الرتاء. فكل هذه الأغراض الشعرية الآن اختفت لكي يعوضها مضمون شعري واحد، وهو المضمون الشعري الذاتي، أي الذي يرتبط بتجربة الشاعر الذاتية. لاحظ عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، بأن مضمون هذه القصيدة قد تراوح بين عاطفتين، هما عاطفة الإحساس بالسعادة وعاطفة الإحساس بالشقاء. إذن هذا تجديد في مستوى مضمون القصيدة. ثم لاحظ معي أيضا، أو استنتج معي، بأن هذا المضمون تم التعبير عنه بلغة مختلفة كليا عن تلك اللغة التي دأب على استعمالها الشعراء الإحيائيون. فهذه اللغة ليست مستخرجة من الذاكرة، من ذاكرة الشاعر، بل هي لغة قريبة إلى لغة الحياة اليومية، وهي لغة أيضا يغلب عليها أو يهيمن عليها طابع الإيحاء. ثم نستنتج أيضا بأن الصورة الشعرية والتي كان يستعملها الشعراء التقليديون والمحافظون، شعراء تجربة إحياء النموذج، وهي صور مستعارة من الشعر العربي القديم، قد توقفت واختفت هنا ليعطينا الشاعر صورا مستوحاة من تجربته الذاتية، وتعبر عن هذه التجربة في مستوى الفرح وفي مستوى الحزن. وبالتالي فالصورة لم تعد ذات وظيفة زخرفية وتنميقية وتزيينية، بل أصبحت ذات وظيفة تعبيرية وذات وظيفة تأثيرية. إذن بهذه الخصائص وبخصائص أخرى يمكن أن تكون حاضرة في قصائد أخرى، سواء لهذا الشاعر أو لشعراء آخرين، يمكن القول بأن تجربة سؤال الذات بالفعل قد نجحت في تحرير الشعر العربي من نزعة التقليد، وإعادة ربط الصلة مرة أخرى بذات الشاعر، وأن يتم توجيه الشعر والقصيدة لكي تتحول إلى مرآة صافية صادقة للتعبير عن ذات الشاعر في أبعادها العاطفية والوجدانية، وتحرير القصيدة من تلك اللغة المحنطة والموروثة من الماضي، وتحرير الصور الشعرية من التقادم، وجعل الصورة تنفتح على تجربة الشاعر. وكل هذه التغييرات بالفعل أحدثت نوعا من التطور الهائل في القصيدة العربية. هل كانت كل هذه التطورات كافية لإحداث نقلة نوعية في القصيدة العربية؟ بالفعل كما
تعرفتم على ذلك، فإن هذه التجربة وبالرغم من كل هذه التغييرات كان مآلها هو الفشل، إن على مستوى المضمون أو على مستوى الشكل، وذلك بفعل الضربات القاسية التي تلقتها من طرف النقاد المحافظين، ولأن الأجواء العامة للمجتمع العربي لم تكن مؤهلة لمثل هذا التغيير. وبالفعل إن فشل هذه التجربة بالرغم من كل المجهودات التي قام بها روادها هي التي جعلت الباب مفتوحا أمام تجارب شعرية أخرى سوف تنطلق مما تحقق وتضيف إليه أشياء جديدة من أجل تحقيق نقلة نوعية في القصيدة العربية. وهذه النقلة النوعية هي التي تعرفتم عليها مع تجربة جديدة والتي جاءت فيما بعد مستفيدة من الظروف التي عاشها العالم العربي في أعقاب النكبة، وهذه التجربة الشعرية هي تجربة تكسير البنية. بقيت هناك ملاحظة أخيرة لكي نقوم بعملية الربط ما بين هذه القصيدة وما جاء في كتاب المجاطي. إذن تعلمون بأن أبو القاسم الشابي هو من شعراء أبولو كما قلنا في البداية، وتعلمون بأن هذه الجماعة كان مضمونها الشعري دائما يتمحور حول تجربة الحب، وكما يقول المجاطي عندما تحضر المرأة فإن العالم يكون سعيدا بالنسبة للشاعر الذي ينتمي إلى هذه الجماعة، لكن عندما تختفي المرأة تصبح هنالك نغمة الشقاء والحزن. هذا بالفعل هو ما تحققنا منه من خلال هذا النص الشعري الجميل. أدعوكم أعزائي التلاميذ إلى أن تحولوا هذه الأفكار التي قدمتها لكم إلى كتابة إنشائية، وذلك في أفق الاستعداد للامتحان الوطني، وإلى أن ألقاكم في حصة قادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه.